لأنه أنا ولاكشي ما عم نشوفه. وبقى كيف بس أنتي قادرة تشوفي؟ لاكشي؟ أنتي بتعرف بكل هالشي وساكت؟ حاج راجيني سوارة بكفي. لاكشي بدي أعرف منك شي واحد، بدك تحكي لي الحقيقة كلياتها بدون ما تنقص منها حرف. بابا القصة كلها بلشت وستي بالمستشفى، وقتها سوارة طلعت لحالة وبعد اختفت. أول شي سوارة وصلت على الأوتيل، بعدين إجت الشرطة، وبعدين بحفلة البار صارت الخناقة، وهاد كله بإرادتها. وهيك بيكون خلص شغلنا. شكرا. هيك بيكون دوري خلص. ايه سيادة المحقق، تعرف انك لتتهم حدا بدك كتير ادلة لتثبت عليه هي التهمة، ولهيك انا بفكر كتير منيح، لانه ممكن باي لحظة شي حدا ينقلب ضدي ويخرب الموضوع علي. ايه حقك، بس انا مو مثلك، انا ما بيهمني غير المصاري وبس. حكمتي بالحياة بسيطة، المصاري بجيبك ولا يهمك حدا أبدا. كل هاد عم بيصير من ورانا؟ وانتي كنتي بتعرفي؟ ما خبرتي ولا حدا فينا؟ ستي ليكي لا تحطي الحق على راجيني، هي ما دخلها بكل شي صار. ايه اكيد سوارة، بعرف انه انتي ورا كل هالمصايب. راجيني قلبها طيب، ما بتقدر تكون مثلك ولا تعمل أي تصرف غلط ولا تأذي حدا. بعرف إنكم ما حتصدقوا حكي لأنه ما عندي دليل، بس شو فيني أعمل إذا عم حاول ألاقي دليل بس ما حدا عم يساعدني؟ أنا حاولت كتير ألقطه بس ما في فايدة. بترجاكم صدقوني اللي عم يصير معي مو بإيدي، أنا ما بتعاطى شي، في حدا عم يعمل هيك فيني بس لحتى نترك أنا ولكشي. بترجاكم حدا بس يصدق اللي عم بحكي، صدقوني أنا مستحيل أعمل هيك شي بحالي لو شو ما كان السبب. ساعدوني بترجاكم. كل ما بلاقي دليل عليه بيروح من بين ايدي. ما جنيت ومتأكدة انه في حدا عم يعمل فيني هيك.
بده حكي لأنه اللي عم يصير معي ما أنه طبيعي. بس بدي خبركن ضيوفنا كلهم راحوا. أصلاً الوقت تأخر. نحنا كمان صار لازم نمشي هلأ. تفضل. شو من شأن العرس اللي صار؟ إيه أنا متأكدة، صدقوني اللي عم يصير معي مو بيدي، أنا ما بتعاطى شيء، صدقوني. بترجاكم حدا بس يصدق اللي عم بحكيه، في حدا عم يعمل هيك فيني لنترك أنا ولك شي. راجيني، شو رح يصير هلأ؟ أختي أكيد رح تفوق ثو العرس، ما؟ ولا شو؟ معقول نخلي هيك كنا عنا بتلف وبتدور وما عند احترام لأي حدا من العائلتين؟ يعني نحنا ما كان ناقصنا غير وحدة مثل هاي الشرشوحة تجي وتخجلنا. معلش اسمحيلي أختي، اللي صار اليوم وفضيحة كتير كبيرة لألنا قدام العالم وما بيناسب عائلتنا بأي شكل. ولك شي أكل حلو وما صار له شي أبدا. لك أنا هذا قصدي أختي، يعني لهيك أنا عم قلك إنه أكيد هاي البنت كذابة. لا مو هيك عمتي، ليك ابني أنت أكيد ما عم تقدر تشوف الحقيقة لأنه الحب عامي على قلبك وعيونك وهذا خلاك ما بقى تعرف الصح من الغلط. عمتي أنا بعرف سوارة كتير منيح وبعرف إنه مستحيل تكذب. بعدين هي تعبت لحتى أثبتت براءتي وعملت المستحيل لتحمي سمعتنا، بقى شو بيجبرها إنها تعمل هيك هلأ وتخرب كل شيء؟ لك شي حكي عمتك ساجيتي صح 100%، هالبنت ما ساوت هيك إلا لتبعدك عنا وتقدر تلغي العرس. ما هيك؟ ما بظن هالحكي صح أبداً، لأنه لو هيك ليش لتستعجل بموعد العرس؟ لك شي نحن صعب نصدق سوارة بعد اللي صار، خاصة بعد الشغلات والحركات اللي عملتها بالحفلة. بس ليك ابني لأنها كانت منيحة معي أنا قررت أعطيكم فرصة تانية. وقلي شو هو رأيك أنت وشو حابب نعمل؟ بابا هذا العرس ما رح يصير. يعني قصدي ما رح يصير بالموعد المحدد، لأنه أنا بدي العرس يصير بعد بكرة، هاي رغبتي. وبهي الحالة هداك الشاب ما رح يقدر يعمل أي شيء لسوارة أبدا، لأنه هو هدفه أنه يبعدني عنه. بس هو ما بيعرف إنه الموت أقرب له من هذا الشيء. بابا أنا بوعدك ما رح يصير شيء من هون لوقته، لأنه أنا بذاتي رح أتصرف.
أنا موافق بس دير بالك. بابا نادت لي؟ لك انت مو وعدتيني قبل العرس انه ما بقى تتصرفي تصرفات بلا ادب؟ كيف بتعملي هيك؟ بترجاكي صدقيني انا ما قصدت اعمل هيك. انا كنت عارفاني انه ما لازم نوثق فيكي ابدا، بس قلت لحالي بما انك رح تاخدي الشاب اللي بدك اياه اكيد رح تنضبي. بس انت روحتي ثقتي على الارض. هذا دور قبرصاد. ايه سيد دورغا؟ كل مخططاتنا خربتيها وراحت بشربة مي. كل المشاكل صارت بسببك. هاي راح العريس، حتى سمعتنا المسحت فيها الأراضي كمان. راجيني على القليلة أنت اسمعيني، ولا حتى أنت مفكرتيني كذابة. شو في شيخار؟ شو بده منك؟ شيخار قلي أنت ليش مررت لهم اللي صار بالحفلة؟ انت ما بدك تسمعني وتفهمني. الكلام اللي قلتي انه في حدا ما بده هالعرس يتم، من وين جبتي؟ ايه بابا، في حدا ما بده هالعرس يصير ابدا. في حدا بده يبعدني عن لكشي. هيك القصة لكن رح نحاول نخلي كل شيء جاهز. لأنه هلأ العرس صار بعد بكرة. دخيلك يا قدير، شكرا لأنه القصة انحلت. بابا كتر خيره للسيد دورغا لأنه وافق أنه يعطيكم فرصة تانية. عن جد هالزلمة طلع مقدر ومحترم. ماما أنا رح دقله وأتشكره على كل شيء. صدقتيني واثقة فيني ما؟ سوارة القصة مو إنه أنا بوثق فيكي أو لا، القصة إني زعلانة ومتضايقة من الشيء اللي صار اليوم ولأنك خبيتي علي. ماما أنا حاولت كتير إني أحكي لك بس. خلص بنتي انسي القصة، ما في داعي نرجع نفكر فيها ونتضايق من اللي صار، انسيها بنتي. لو إنه هالبنت تربت بزهرة مزبوط ما كانت عملت كل هالمشاكل ولا حطتنا بهالموقف. عكلين بديك تفهمي علي منيح وتسمعي شو بدي قلك. هاي الفرصة اجتك من السما، سمعاني؟ ولا تنسي انه طلعت روحك لتاخديها، ويا ريت ما بقى تعيدي اغلاطك هي ولا تخربيها عليكي. لهيك ركزي منيح واوعك تتصرفي بغباء ابدا.
لأنه ما عاد في رجعة تانية. ستي لا تاكليهم أبدا، أنا رح كون عند وعدي. إيه يا ريت. يلا قبل ما يبرد الأكل. لا ليش؟ ماما أنا بدي صوم، ما رح أكل ليوم العرس ولا أشرب غير المي، ورح صلي للقدير مشان يساعدني ونمضي عخير. يلا صحتين. هلأ العرس صار بعد بكرة. لاكشي، هاد لاكشي راجيني. كنت عرفانة إنك رح تتصل. طبعاً سوارة، لأني واثق فيكي. شكراً كتير لاكشي، تعرف ثقتك فيني بتهمني وبتعني لي كتير كمان، ما في كلام بيعبر عن اللي بقلبي، عن جد شكراً. بعد ما نتجوز وتصيري مرتي بشكل رسمي توعديني ما تخبي عني أي شيء، حتى لو شو ما كان يكون. بوعدك ما عاد خبي عنك شيء بنوب. سوارة أنا بحبك. بعرف، بس لك شيء أنا بدي أسمع منك شيء تاني، وبالنسبة إلي هو أهم بكتير من كلمة بحبك هاي. طيب شو؟ اللي انت عن جد بتوثق فيني؟ ايه سوارة طبعا، مو قلت لك هذا الشيء؟ مو هيك، بدي كمان اول شيء تحط ايدك على قلبك لتحس فيها، وبعدين بتقولها. تعمليها انت؟ لك شيء؟ انت حسيتي فيها؟ سوارة صدقيني إنه ما في شي بالعالم رح يخليني بطل أوثق فيكي ولا أي شي. شكراً كتير لاكشي، أنا بحبك. طب هي عرفت، ما عاد قدامك حل تاني. يلا قبل ما يجي حدا امشي. و thank you.
هلأ بيجي حدا. أنتي خلص صيري مرتي وأنا بحبك. بدك شيء؟ باي باي. راجيني أنا مبسوطة كتير، الأرض ما عم تستعني من الفرح، كل شي عم يبلش يزبط ويصير أحسن، والأهم إنه الأكشي بيحبني ورجع يوثق فيني. وأنتي كمان بتوثقي فيني ما؟ شكراً. ايه راجيني؟ عم تلعرس بعد بكرة، لازم نتحرك فورا، هالعرس ما بصير يكمل. ايه أنا سمعت بهالشي راجيني، وسنسكار كمان عرف بهالشي، بس ما قال شو بده يعمل بهي القصة بنتي. خدي اتفقي معه. سنسكار، راجيني. شو راجيني؟ سنسكار، العرس اتحدد بعد بكرة. تعرفي راجيني أنا كمان تفاجأت لأنه ما توقعتي بكره العرس هيك، أو حتى أنه عم يوافي على هذا الشيء. لهيك ما بعرف شو بدنا نعمل. إيه ما لأنه العرس صار أبكر، نحن لازم نعمل أي شيء وفورا سنسكار. لك أنت ما بتعرف شو يعني حب، ولا بتفهم شو يعني هالإحساس، ولا بتعرف وجع اللي بيحبوا. لو أنك حبيت كنت عرفت شو يعني إنه اثنين يحبوا بعض يفترقوا هيك. بس أنت واحد ضعيف. سنسكار سامعني؟ هالشي ما عاد يهمني. شو قصدك؟ يعني قولي لي كم مرة حاولنا نبعدهم عن بعض بس كل مرة بيرجعوا، وكمان كم مرة حاولنا ننزع ثقتهم ببعض وما كان يمشي الحال معنا. فهميني شو ما عملنا ما عم نستفيد شي راجيني. سنسكار ليك أنا ما دقيت لأسمع هالحكي هذا. كل شي بيهمني إنه هالعرس ما يصير. سنسكار لا راجيني، أنا وإنتي اللي غلطنا، يمكن لازم نترك هذا العرس يصير بقى. إيه سنسكار بس يصير لي أنا، مو يصير لسوارة. قبلت الهزيمة بهالبساطة هاي؟ شو اللي غيرك وقلب لك مخك هيك؟ انت بدك نوقف العرس ما؟ لكان قومي تعي لعندي. ايه شو بدنا نساوي؟ راجيني انت لا تاكلي هم هالموضوع، بعرف حدا يمكن يقدر يساعدنا. طيب يعني نحن بدنا نشتغل لحالنا؟ لانه سنسكار شكله راجيني، سنسكار هلا مو خرج تاخدي وتعطي معه، خاصة بهالقصة. بس قبل ما اقول لك شيء لازم تعرفي انه القصة مو سهلة، ما عندنا غير هالحل، مع انه صعب وخطير شوي. كيف يعني خطر عمتي؟ فهميني انت بدك توقفي العرس هاد ولا لا؟ ايه طبعا بدي. كيف لكان عمتي؟ لكان حاجتك حكي هلا، تعالي لعندي لنتفاهم. راجيني ليش مو هون؟ وين راحت بهالوقت؟ لا
لازم بكرة صلي وادعي ليمضى العرس على خير. شو شايفة انك قدرتي تطلعي بهالوقت؟ انا لما بحط براسي شي قصة كل شي بالدنيا بصير يساعدني، والمسافات بتبطل بعيدة وكل شي بصير قريب. ليكي، كل شي عم بعمله كرمال ابني وبس، من شان كل لحظة وجع عاشها بهالسنين اللي مرقت، ولأنه لازم هلأ لاك شي يعيشها ويحس فيها. طيب انت عطيني الرقم هلأ وأنا بتصل فيه بكرة الصبح. وليش نستنى للصبح؟ هلأ فوراً نتصل. هاد خاتم لك شي ما؟ لهلأ ما شلحتي؟ ألو؟ أنا اسمي ساجتي ماهيشواري. مساء الخير. إيه كيفك؟ أنا أخذت رقمك من رفقاتي على قد ما حكولي عنك، وقالوا لي إنك ممكن تعملي أي شيء بطلبه أنا منك. بقى رح تقدري تساعديني فعلاً؟ إيه تكرمي، بس شو المطلوب مني؟ في بنت اسمها سوارا غادوديا، بدي إياها لابني، بس هي بعد بكرة رح تتجوز ابن سلفي مو ابني. أنا بدي أمنع هالعرس يصير لو شو ما كلفني. بدي تعملي أي شيء لتوقفي هذا العرس. وإيه ليكي، أنا ما عندي مشكلة شو ما عملتي، حتى لو صار شي للعريس أو لإلها هي، ما في مشكلة، المهم عندي يتركوا بعضهم. بس لعلمك كل حلق له سعر محدد. إيه بعرف، ورح أدفع لك قد ما بدك. عملي أي نوع سحر وشو ما كان، يعني أكيد أنت أدرى مني بشغلك ما؟ المهم إنك توقفي هالعرس وما تخليه يصير بنوب، بس بدون ما يسمع أو يحس عليك حدا. فهمتي علي؟ اتفقنا. لا تاكلي هم شي أبداً. يعني لو شو ما بده يصير يصير، بس بدك تدفعي سلف. بوعدك تاخدي كل مصرياتك قبل ما تبلشي. بقى لا تاكلي هم المصاري، بس العرس يلتغى. ماشي. ايه بشوفك لكان. شو رأيك هلا؟ سوارة؟ ايه؟ بس لحظة. شو في؟ ايه؟ شو هاد؟ دوقيها. هلأ عملتها خصوصي مشانك. بتحبيها ما؟ يلا كلي منها، بدي رأيك. آسفة راجيني، ما فيني آكل لأني صايمة. شو؟ أنتي صايمة؟ من إمتى أنتي صرتي تصومي؟ من لما نحنا تبادلنا الأدوار من وقتها. أي يلا بس ما على وحدة مشان تقولي لي شو رأيك. مستحيل راجيني، لا تحاولي، أنا صايمة. طيب ماشي، بس يا ترى ليش صايمة؟ راجيني لأنه في شي غريب عم يصير معي، وأنا خايفة كتير، وما بدي أي شي يخرب علي فرحتي، مشان هيك أنا صايمة. سوارة رح اشتقلك كتير. ايه يلا شو بك طولي بالك، بضل زورك. بس يا حرام هالمرة ما حد عندها هلأ وما عندها ولا نقطة مي. سوارة حبيبتي ما عم احكي عن هلأ، انتي فظيعة. هاتي لشوف هالقنينة، لانه انتي لازم ترتاحي لانك صايمة صح؟ ما بدك تعرفي وين بيتها؟ بيتها رقم 12 جنب بيت ديبوكاكا. طيب مرحبا، أنا أختي قالت لي إنه بدك مي. إيه؟ تفضلي.
هذا؟ هذا زوجي. تفضلي قليلي، بدك شي من هون؟ أنا حابة أسأل عن شغلنا. رح نكمله ولا نحن خلص وقفنا؟ مسؤولين هالبلد كلهم بيحكوا معي وبيجوا لعندي لنفذ لهم طلباتهم وبيدفعوا مصاري كثير، بس لهلأ أنا ما حدا منهم تجرأ إنه يسألني هيك سؤال. وأنتي كلك على بعضك مجرد بنت عادية وعم تسأليني بكل وقاحة؟ لا أنا على فكرة بنتي بتكره الناس اللي بيسألوا كتير، وبالذات الناس اللي بيشككوا بقدراتها. مو مشكلة ماما، هي حابة تسأل عن شغلنا، خليها تسأل عنه وأنا رح فرجيها كيف بتكون مهمة، وبعدها إذا اقتنعت بكلامي شو؟ اهدي. لا 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 لا، أنا اللي اتصلت مبارح. المصاري هدول هن. القصة إنه هالبنت كانت خايفة كتير لأنه بكرة عرس أختها ونحنا ما بدنا هالجوازة تصير. بدي تجيبولي شي من أتر العروس. هاد خدي هاد. وصورتها؟ صورتها يعني انت بدك تعملي سحر على اختك كمان؟ ايه، بس ما بدي يكون في خطر على حياتها ابدا، يعني ما بدي اذيها. اذا انت بتحبيها لهالدرجه لكان ليش بدك تعملي لها سحر عندي؟ على فكره اذا كان الموضوع له علاقه بالموت فبدي اقول لك انه تسعيرتي بتختلف وما بتضلها نفسها. أخي أمار، تعرف شي عن أخي بريم؟ بريم بكولكاتا، هو سافر الصبح وكان لحاله. كيف؟ بكولكاتا؟ بس ليش؟ هو لحاله كمان؟ لنعرف لازم نروح أنا وسيمار وأخي ماتا لهنيك. طيب ليكي، تأخر وقت كتير هلأ وتوقيت الرحلة قريب. اسمعيني، تمهي حالك؟ ماشي. سيمار جاي على كولكاتا. كيف؟ هاي سيمار كمان، حضرتها بدها تجي وتلحق بريم لهون بعد ما اكتشفت الموضوع لسه جاي. منيح منيح كتير اللي عم يطلع منها هيك.
وهي شو بدك تعملي لها؟ سوارا غادوديا، بس لحتى خلص شغلي معها لهي البنت رح شوف شو فيني ساوي مع برين. بس هلأ أنا بدي استجمع طاقتي وقواي كلياتها مشان الشغل يكون مزبوط وعوض عن كل اللي راح مني بسبب سيمار. استني، شفتي يا راجيني؟ لك عن جد مبينة خطيرة كتير. الطريقة اللي قربت فيها عليكي قطعت لي نفسي وموتتني من الرعبة. عن جد خفت منها كتير. اختي ساجيتي، انتي هون؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ استني. كيفك؟ ايه شايفة اختي بارفاتي؟ كيفك انتي؟ تمام، وانتي؟ ايه انا منيحة كتير. وانتي كمان اختي، كيفك؟ شو اخبارك؟ كتير منيحة بنتي. تعي معي شوي، عاوزتك بشغلة بنتي. شو عم تعمل ساجيتي هون؟ وشو كانت عم تحكي معك؟ ليكي هالإنساني أنا ما حبيتها وما بوثق فيها، ما بوثق فيها بنوب. لا ستي لا، ما في شي، هي بس كانت عم تسأل إذا كانت محتاجة شي مشان تساعدني. يعني العرس قرب كتير وكانت عم تسأل إذا كله تمام أو لا. طيب ماشي الحال، بس انتبهي وخدي حذرك وبعدي عنا وعن خباستها، لأنه أنا ما بطيقها، بحسها مثل الحية تحت التبن، فهمتي؟ أختي شارميزا، ابن أخي قرر أنه يغير موعد العرس ونحن فجأة درينا بهذا الشيء، فأكيد رح يكون هالشي صعب عليكم. يعني كيف هلأ رح تلحقوا؟ أكيد القصة ضايقتكم. ما لا لا تاكلي هم، نحن كلنا هون ورح نلحق أكيد. ايه متأكدة ما بتقصروا. ماشي صار لازم روح، بس رح أرجع مرة تانية. ماشي خدي راحتك. يلا باي راجيني، أنا رايحة. ايه إذا لبستي هالفستان اليوم وقتها بتجي تحضري الصلاة بيكون أحسن. ليش؟ شو يعني رح تفرق إذا لبسته؟ رح يخافوا منه مثلا؟ لا يعني إذا لبستي هذا الفستان وقتها أنتي رح تتأقلمي مع الكل ببساطة، ما حدا رح يشك فيكي لأنه بيفكروكي من هون، عرفتي؟ شو جاهزة انتي؟ ايه جاهزة. هلأ سيمار لازم تكون وصلت. اذا اجت لهون شو؟ شو يعني؟ هيك بيكون احسن مو هيك؟ لا تاكلي هم مدام، نحن رح نبعث صور بريم لمخفر الشرطة بكالكوتا، وبوقت قصير رح تتوزع نسخ على كل المسؤولين هنيك، ووقتها رح نعرف كل شي. سيدي عرفنا سائق التاكسي اللي اخذ بريم من المطار، وين هو؟ يلا احكي معه بسرعة، هو بيعرفه باسم برمجي. مدام هو هلأ على الطريق وبس يجي نحن نتصرف. أمار نحن هلأ لازم نعجل ونوصل له قبل هديك المشعوذة، لأن بركي أذته. حكيك صح بنتي. تفضلوا معي يا جماعة. ايه عملتي لهم سحر؟ انت شو صاير لك ماما؟ لا انت شو اللي صاير لك سانسكار؟ ليك سنسكار، اليوم سوارا كانت صايمة ولهيك نحن ما قدرنا أنه نخليها تاخد الدواء بالأكل. طيب هالشي بيعني أنه لازم نعمل المستحيل لحتى تاخده؟ لك لا، هالشي مو مستحيل أبداً سنسكار. اسمعني منيح، أنت خلص شغلك هلأ ولا تهتم بشي، وما عليك من الباقي أبداً، لأنه مع الوقت هذا السحر رح يبلش يشتغل شغله. شوفوا فهم علي، اليوم
سوارة رح تحاول ما تعمل ولا غلطة أبداً لحتى ما تتعركس جوازتها. كل شي تمام؟ إيه. شوفي هاد، هاد شالة لسوارة وهي صورتها. هاي شغلات هي نماذج من السحر اللي رح يأثر على سوارة لحالها ويخرب لحياتها. أهلا وسهلا أخي دورجا براسا. مرحبا عمي. مرحبا أخي. أهلا وسهلا. مرحبا أخي دورجا. مبروك يا ابني. أخي دورجا بس دقيقة إذا ممكن. تفضلوا. أخي أنا حابب أتشكرك لأنك ما تأثرت بالشي اللي صار. لا أخي، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ يعني صح ابن أخي فجأة غير الموعد وعجقنا هيك، بس شو بدنا نعمل؟ لما كبيرنا بياخد قراره ونحن ما بيحق لنا نعترض بالمرة. أكيد أختي بدها شي، أنا رايحة لشوفه. ماشي بالإذن. يلا. اسمعني منيح أخي شيخار، هذا ابني لاكشي، مؤمن وواثق كتير ببنتك سوارة. ألف مبروك يا بنتي وتضلوا بخير. أنت خالصة هيك؟ راجيني، يا ترى بتعرفي إذا مهيني جابت الشغل معه ولا لا؟ شو نساوي؟ أنا خلصت التحضيرات وهلأ أنا حطيت التعويزة تبعها هون لحتى قريبة من سوارة، وقتها هي رح تستسلم وهيك شغل راجيني بيكون خالص تماما. بس لازم ننتبه كتير على تحركاتنا لحتى ما حدا يشك فينا أبدا من الحاضرين، ونخلص أمورنا ونروح فورا. اختي ساجيتي، ليش واقفة هون؟ تعالي قعدي وارتاحي معنا. اختي ساجيتي، هي المدام، هي امها لهالصبية، انتقلوا عحارتنا من جديد من شي كم يوم بس. مرحبا. نحن مبسوطين لانه صحت لنا هالفرصة الحلوة للسكنة بهالحارة. تعالي رح أعرفك على الموجودين. يلا. هاي بنتي راجيني، وهي هون حماتي واللي هي مثل أمي. والعريس لاكشي، وهي أخو سنسكار.
شو صار سانسكار؟ شو صار؟ شو في داعي لتحكي معها؟ فهميني شو قصدك راجيني؟ ليش صرتي حقودة لهي الدرجة؟ أنا ما عم أفهم. سانسكار ما عنا ولا طريقة تاني غيرها. مساء الخير، أنت العريس ما هيك؟ عرسك بكرة وأكيد أنت متلبك شوي ما هيك؟ لا أكيد لا. برافو عليك. لكشي، أنا بدي أشكرك على كل شي عملته. سوارة، أنا ما رح أعطي فرصة لحدا أنه يخرب لنا عرسنا ولا يخلونا نبعد عن بعض. بس عيون الشر دائما رح تكون بطريقكم انتو الاثنين، فلا تفرحوا كثير لاني ما رح اترككم. شرميزة، ما رح أرضى إلا نرقص وننبسط، لأنه غير هيك مو حلوة. أي طبعاً، ورح تنبسطي قد ما بدك. طب يعني إذا ما في مانع ممكن نبلش فوراً؟ أكيد، تفضلوا. أخي دخيلك بسرعة شوي. تكرم، أنت بتتذكر بالضبط وين تركته؟ لقدام شوي. طيب سوق بسرعة يلا. سيدي أنا نزلته بهذا المكان. هون؟ إيه مدام، وهو طلع بسيارة تانية من هون وراح فيها. تتذكر شيء إمتى تركته هون؟ وإمتى ركب بالسيارة؟ أو أخذت شيء رقمه؟ لا سيدي، ما انتبهت على الرقم. طيب فيك تروح. وينه لكان؟ بنتي أنا عن جد خايفة كتير عليه. لا تخافي مدام، أنا رح أسأل الكل هون، يمكن نلاقي شيء. وانتو خليكم مع بعض، واذا عرفتوا عنه اي شيء فورا احكوا معي. ايه كتر خيرك. يا قدير، وين ما كان هلا برمجي، دخيلك تحمي.
دخان؟ من وين جاية يا ترى؟ صعبتوا سقفيني، بس عن قريب كتير كل الناس رح يعرفوا انه اللي عم نحكيه هو الصح، لانه هلأ بالذات انا صرت متأكدة انه هالمرة اللي عملت كل هاد موجودة هون بشي مكان، بس ما بعرف وين. نحنا ضروري نلاقيها لتتحاسب على كل شي. لا مستحيل، ما في حدا هون غريب، ونحنا كلنا منعرف اهل الحارة فبيجوز غلطانة. ماما سيمار عم تقول الحقيقة. سيد دورغا تفضل انت وعيلتك لجوا، انتو بخطر وما بصير تضلوا هون. لا سيادتك، ما حدا رح يفوت، كلنا رح نضل هون وندعم كنتنا. لازم نوقف جنب سوارة ونساعدها بالمحنة اللي عم بتمر فيها. ليكي بنتي قولي لي بريم وينه؟ بترجعكي قولي؟ له فترة مبين وانا عم دور عليه بس ما عم بقدر لاقي ابدا. ما تاكلي هم، هو منيح، ثواني وبرجع. سيمار قدامك، شو صار لك؟ ليه ما عم بترد ولا تتحرك؟ بريمجي قوم، أكيد هديك المشعوذة عملت لك شي سحر حتى تضعف وتصير بهاي الحالة. بس اسمعني، أنت ما بصير تحقق للي ببالها، لازم تفتح عيونك فورا وتقوم تشوفنا. ماما صح سيمار قدرت تلاقي بريم هلأ، بس عقله وعيونه تحت سيطرتي، وقد ما حاولوا يصحوه ما رح يقوم معهم بأي طريقة. ما في قوة بالعالم بتوقف بوشي، اللي بدي إياه رح يصير. وقد ما بكيت سيمار وعيطت ما رح يطلع بإيدها شي. يلا ابني فتح عيونك بريمجي. قدير وقفت معي بكل أوقاتي الصعبة ومشاكلي ولا مرة خزلتني. طب وهلأ ليه ما عم تطلع فيني وتساعدني وأنا بحاجتك؟ بترجاك توقف معي اليوم، رجع لي حبيبي وخلصوا من السحر. أنا بآمن إنك القوي، ساعدني يا قدير.
قدير. خليها تضل عم تدعي قد ما بدها، ما حدا بيقدر يرجع له وعيه غيري. مين مفكرين حالكم قدامي؟ يا قدير نجي، يا قدير عافي. برمجي برمجي، يلا قوم بقى، يلا فتح عيونك برمجي. شو لازم ساوي؟ يا قدير ساعدني، طلع فيني، لازم تقوم وتمسك ايدي. قوم برمجي، ليكني عم بستناك. يلا قوم بقى، فتح عيونك وبسك ايد حبيبتك برمجي. حبيبتك عم تنطرك، يلا اعطيني ايدك. انت لازم تقوي حالك وتسمع قلبك. هو ايده تحركت، يلا امسكي ايده برمجي. برمجي انا بعرف انك عم تسمعني، يلا ارفع ايدك. ايه كمان، بعد إذنك حبيبتي، بعمري ما فقدت إيماني فيك. شكراً لك يا قدير. ولا حتى أنا. وحتى أنا كمان مستحيل اتخلى عن ايماني فيك سوارة. اسمعوني يا جماعة، نحن فتشنا المنطقة بس ما قدرنا نلاقي النسوان، لهيك نحن رح نفتح تحقيق من اول وجديد. بس لازم تديروا بالكم وتضلوا مع بعض، لانه اكيد هن متخبيين. يلا وين رايحة؟ خليكي معي، الشرطة رح تنكش الحارة كلها علينا، لهيك خليكي هون بلا ما حدا يشك فينا وينخرب كل شي وقتها. شكرا لك، لو ما جبتيني لهون كنت أنا ميت هلأ. أي سوارة، يعني بسبب اللي عملتي انتي بريم رجالي بخير وسلامة، او لازم نقول بسببك انتي انكتب له عمر جديد. انا ممنونتك كتير سوارة. لهيك كنت عم بنكر انك كنتي هون، في شي استدعاهن وخلاهن يروحوا حتى راجيني راحت معهن. ممكن كتير يخوفوا راجيني بشي قصة، ووقت راجيني رح ترتعب واكيد مشان تنفض رح تذكر اسماءنا. يا قدير، ما اجت ببالي هاي الشغلة. شو رح يصير سنسكر؟ انا لازم اطلع من هون. ايه روح، بس ليك انتبهي منيح اذا حدا سأل عني وما عرفتي تجاوبي قولي ساعتها اني رحت وراها لراجيني. انتبهي على حالك. يلا ما تاكل همي، خلينا نمشي، الشرطة جاية لهون. ما في مكان لنتخبى؟ آه.
لك وين كنتوا لهلا؟ الشرطة جاية وراكم. شوف أنا ما بخاف من أي حدا، بقدر أتحكم بالشرطة بمجرد ما أني حرك إصبعي. إيه مثل ما تحكمتي بزوجة لسيمار صح؟ الأحسن إليك تروحي من هون وما عاد تورجيني وشك أبدا. ما حدا بيقول لمهيني شو تعمل، عم تفهم ولا لا؟ مهيني بتعمل يلي بدها إياه، فهمت؟ إذا واسقة من حالك فيك تضلي قاعدة هون، وأنا رح أطلع أقول لعيلة سيمار ولشرطة إنك هون ليشوفوكي. وقتها تفضلي ورجيني إذا قدراتك رح تنفعك، لأنك أكيد بتعرفي إنه اللي عم تعمليه هو ضد القانون وبتتحاسبي عليه. بتعرف شو فيني ساوي فيك؟ شكلك لهلا ما بتعرف أنا مين بكون. يلي قدامك عاش من بعد ما مات وما عنده شي بهي الحياة لحتى يخسره، يعني تهديداتك بالنسبة لإلي ما بتعني لي أي شي. اهدوا شوي بقى وجاوبني، هلا سوارة ما حكت لسيمار عنا؟ لا هلا لا. مهيني منيح اللي هربنا، سيمار ما رح تعرف بحقيقتنا، وبريم خلص خليه يروح، لازم نحن نفكر بحالنا شوي أحسن ما تنفضح قصصنا. خلينا نمشي من هون بسرعة. أنا بترك بريم يروح بحال سبيله، بس سوارة بدي أعلمها درس ما تنساه بحياتها. فيكي هلأ تعطيني مصاري لأعمل سحر لأختك ما تخلص منه أبداً. لك شو صار لك؟ مو هيك كان بدك؟ بتعرفي إنه فيني خلي أختك تبعد عنك للأبد بالسحر تبعي. روحوا هلأ من هون، الشرطة بالغرفة اللي جنبكم. لقيتهم؟ لا مالهم هون. روحوا هلأ من هون، الشرطة جاية وراكم. ايه ايه، وهي الصبغة اللي طلبتيها اتركيها هون، أنا بدي إياها راح استعملها على سوارة. شو؟ لتكوني مفكرة راح أعطيك إياها؟ ما حذرتي، هالصبغة لازمتني وما راح رجعها. مو شغلك رجعها ولا لا؟ مهيني تعي. صح أنا رايحة من هون، بس راجعتلكن. بس بالأول لازم تتأكدوا إنه سوارة رح تخسر كل شي بتملكه وبتحبه. رح تشوفوا هالشي بعيونكن قبل ما تغرب شمس هنهار هاد. رح كمل انتقامي إن عجبكن أو ما عجبكن. مهيني يلا. شو هالجنان هذا؟ عم تعملوا سحر أسود وشعوذة كمان؟ لكن شو بدنا نساوي؟ سنسكار العرس بكرة، وأنا مستحيل خلي هالجواز التم. تعي. راجيني سنسكار، أنتوا شو عم تعملوا هون؟ ساحرة هديك راحت ما بعرف لوين. راجيني وينها؟ أنا لقيته عم يركض لوحده وخايف فلحقته، حاولت اقنعه ليجي معي بس ما رضي، لهيك ضليت معه. ولا يهمك راجيني، هلا تعالوا ننزل، انتم ما بتصير تضلوا هون هلا، تعوا. ايه نسيت اسالك، الشرطه مسكت هدوك النسوان؟ لا نحن ما لقينا حدا، احتمال هربوا. عفوا، حطيتوا حواجز على الطرقات اللي طالع من كالكوتا؟ ايه سيد أمار، لا تاكل هم. بشكر القدير اللي خلانا نقدر نهرب منهم، منيح وصلت لهم قبل ما تشوفهم الشرطة. ماما لازم كل واحد منا يحل مشاكله لحاله وعالسكت، مو يحل عن طريق الشعوذة والسحر. سوارة؟ نعم. لسه في شغلة لازم تساعدينا فيها. ايه طبعا،
ممكن تجي على مخفر كالي لتتعرفي على وجوههم منيح؟ لأنه أنت الوحيدة اللي شفتيهم. دخيلك يا قدير. طيب بكرة بكون عندكم. بس كيف رح تروحي بكرة سوارة؟ بدك تجهزي لعرسك ولا تروحي على المخفر؟ أي بنتي، ما بظن في داعي تروحي على المخفر بكرة. لا لا عمتي، ما في مشكلة أبدا، بتقدر تروح. القصة ما بتاخد وقت كتير معه، بتروح الصبح بكير وبترجع بسرعة. إيه سوارة، تقدري تروحي. أخي شيخار، نحن محظوظين لأن سوارة بتقدر تتحمل مسؤولية أي شيء وبتعرف تتصرف منيح. كنتنا بتعمل جهد دائما لتساعد الكل بمحبة. إيه أختي، بنتك ما كانت طلعت هيك لو ما نتربايتك. سيادة الضابط ما تأكل هم، بكرة الصبح سوارة بتكون عندكم. بتشكرك. أنت منيحة؟ بس بتعرف؟ بعد العرس رح أكون أحسن من هلأ بمليون مرة. سوارة؟ نعم. شكراً كتير، بسببك حبيبي رجع لي بخير ورجع لحياته كمان. أنا رح أضل صلي للقدير مشانك، لتكون حياتك حلوة وما تشوفي شر بنوب، وليضل الفرح معك كل العمر، وتضلي مع حبيبك لآخر الدنيا وما يفرقكم شي بالحياة كلها، وتعيشوا بسعادة. صح أنا ما معي شي أهديكم يا هلأ، بس إيه، هذا الخيط رح يضل معك دايما ورح أضلي مباركة فيه عطول، ورح يحميكي من كل شر ويساعدك بحياتك. قصده من عين الحاسدين، لأنه هذا هو الشر الأكبر. القدير رح يحميكي، المهم تضلك مبسوطة لو شو ما صار، وخلي إيمانك كبير. يرضى عليكي، قلبك أبيض مثل بنتي سمار. بنتي ديري بالك على حالك. ماشي بالإذن هلأ. سلام. يا هلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.